في الصفحة الثقافية النسخة 66 من مهرجان كان الافتتاح هذا المساء. نجوم كبار يتألقون اليوم على السجادة الحمراء، من ضمنهم نجوم السينما الهندية تكرموا بمناسبة مرور قرن على انطلاقها. مهرجان كان ينطلق اليوم ويمتد إلى غاية 26 من مايو الجاري. يتنافس لنيل سعفة كان الذهبية 19 فيلما روائيا طويلا تحظى فيها السينما الفرنسية بحصة الأسد.